في صحيح مسلم قال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: ولي خادم يخدمني. قال: فأنت من الملوك. قبيلة يعم معروفة بشجاعتها، يقال لها في الجاهلية قتلة جبانها، لأنه ظهر فيهم رجل جبان فخشوا أن ينجب أولادا جبناء مثله فقتلوه. تنبيه للإخوة السعوديين الذاهبين إلى أثيوبيا: لا تطلب الشكشوكة هناك، لأن الشكشوكة عندهم بمعنى الرقص، وبالمناسبة الشكشوكة كلمة تركية تعني البيض مع الطماطم. ازقرت كلمة تركية بمعنى المفلس خالي الجيب، ونحن في اللهجة نقول فلان ازقرتي، أي المهتم بزيه، لعله يهتم بزيه على حساب جيبه. دعي رجل على تيس فأكله أكلا شديدا، فقال له رجل: كل أكلا خفيفا، ما لك؟ كأن أمه نطحتك. قال: ولما أخذتك الشفقة؟ كأن أمه أرضعتك. القحفية أصلها من قحفة الرأس، وهي عربية فصيحة، والطاقية فارسية، والعرب كانوا يلبسون العقال في الجاهلية، ولا يصح أن ألبس العقال الأسود بسبب سقوط الأندلس. صلاح الدول بثلاث: حاكم عادل، وعالم فاضل، وتاجر باذل. فإذا فسد الحاكم عم الظلم، وإذا فسد العالم عم الباطل، وإذا فسد التاجر عم الجشع. من علامة حبك لامرأتك أنك ترتجف عند غيابها شوقا، طبعا لا خوفا. قال الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. صعبة. كاني ماني، يقال في بعض البلاد العربية: لا تعمل لي كاني وماني، يعني لا تختلق الأعذار فتقول كأني فعلت، وماني إتباع لها. وأحمد تيمور يقول: كلمتان قبطيتان، كاني السمن وماني العسل. صباحكم كاني وماني.